من القاهرة ينضم إلينا عبد المهدي مطاوع المحلل السياسي الفلسطيني. سيد مطاوع أهلا بك في هذه الساعة. يعني الآن نتحدث عن قصف عشوائي يطال جميع قطاع غزة، تدمير لأحياء بكاملها، حي الرمال يوم أمس واليوم حي الكرامة، وقصف متواصل وغارات لا تتوقف. ونستمع كنا نستمع قبل قليل إلى صوت الطائرات، طائرات الاستطلاعية سيئة الصوت قبل قليل في قطاع غزة، وطائرات الاحتلال كما يقول الخبر تدمر حي الكرامة شمال غرب غزة. إلى أين يذهب هذا السيناريو سيد مطاوع؟ أنا باعتقادي أنه هناك قرار لدى الحكومة اليمينية الإسرائيلية المتطرفة بعد أن استطاعت أن يكون لديها غطاء سياسي من الولايات المتحدة ومن عدة دول غربية للقيام بعملية عسكرية تتضمن تدخلا غربيا، وهذا القصف الذي يتم بشكل منهجي بشكل يومي في مناطق محددة، خصوصا المناطق أطراف الأحياء ومناطق ارتكازات معروفة من الممكن أن يتم تقسيم قطاع غزة من خلالها، الأمر يتجه إلى عملية برية. ما هي حدود العملية البرية؟ ما هي نهايتها؟ ما أهداف العملية البرية؟ أنا أعتقد أن هذا لن يتم الإعلان عنه إلا بعد تشكيل حكومة الطوارئ الإسرائيلية، لكي يكون كل طرف موجود بحكومة يتحمل المسؤولية كالأطراف الأخرى. جانت أجل اللقاء، أو نتنياهو ما طلب، أجل لقاء حكومة الوحدة حكومة الطوارئ حتى الغد بهدف ترتيب، لأنه نتنياهو يحاول أن يخرج بانتصار من هذه المعركة لكي يبيض صفحته أمام الداخل الإسرائيلي. ولكن في حقيقة الأمر كل من يتابع السياسة الإسرائيلية يعلم تماما أنه بغض النظر عن نتائج هذه الحرب أيا كانت، نتنياهو وفريقه الأمني سوف يذهب إلى المحاسبة في إسرائيل. بالتالي نحن أمام سيناريو للأسف عندما نقول ذلك، ولكن نحن أمام سيناريو سوداوي. عدد سقوط الضحايا الفلسطينيين ما بين الشهداء والمصابين حتى هذه اللحظة منذ بداية العملية العسكرية معدل 18 ضحية كل دقيقة، إذا جمعنا أعداد المصابين والجرحى الشهداء والجرحى سنصل لهذا الرقم. للأسف هذا المعدل سيرتفع بشكل أكبر. طريقة مسح المربعات في قطاع غزة بهدف تجنيد الوحدات البرية حرب المدن، لأنه كما تعلم أن حرب المدن تحتاج إلى مباني وتحتاج إلى أماكن اختباء ومناورات في داخل المدن، لذلك مناطق الارتكاز التي أبلغت إسرائيل بطريقة أو أخرى أصحاب أو الساكنين في هذه المناطق بمغادرتها ثم قامت بعملية حزام ناري في كل منطقة من أجل تمهيدها، هي الهدف منها تشكيل نقاط ارتكاز للعملية البرية المن والقيام بها. إذا عدنا إلى سنوات سابقة نجد أن رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية السابق أيزنكوت قد بادر بوضع خطة عسكرية عمادها القوات البرية. هذه الخطة تقريبا تشابه أعمالها مع ما يتم الآن على الأرض. طيب سيد مطاوع، يعني لو عدنا إلى تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي بحديثه عن غلق الأجواء وغلق المعابر، حصار بري جوي بحري، ووصف أهالي غزة وخسئ عندما يتحدث عنهم أننا نقاتل حيوانات بشرية، وهذا التصريح تحديدا تناولته المنظمات الدولية بأنها دعوة لحرب إبادة كما قالت Human Rights Watch مثلا، وخرق لاتفاقيات جنيف، وكذلك الاتحاد الأوروبي رفض عملية الحصار ومنع الإمدادات المياه والكهرباء والوقود وما إلى ذلك والطعام، وقصف أيضا قصف المعابر الذي قام به الجيش الإسرائيلي. هذه الصورة وهذا الوضع الدولي، أنت قلت أن هنالك
إشارة يعني إيجابية من بعض الدول الأجنبية وخاصة أمريكا ببدء هذا العمل العسكري بهذا الاتساع، لكن بالمقابل الموقف الدولي برفض هذه الإجراءات، إلى أين يمكن أن تتجه وما هي تأثير هذه المواقف على السياسة الإسرائيلية؟ يعني أنا باعتقادي أنه أكثر دولة صدر ضدها قرارات أممية دولية هي إسرائيل، لكن لم ينفذ أي قرار من هذه القرارات بسبب الغطاء الدبلوماسي والقانوني والسياسي الذي تقدمه الولايات المتحدة. بالتالي المنظمات الغير حكومية مثل Human Rights Watch وشبيهاتها تقول هذا الكلام من أجل يعني حفظ ماء وجهها أنها قامت بهذه الخطوة، لكن في الحقيقة من الذي يستطيع أن يمنع إسرائيل من القيام بما تريد القيام به؟ أنا أعتقد لا مؤسسة من هذه المؤسسات تستطيع منع إسرائيل. في النهاية جالانت كما قلت هو ضمن الخاسرين بعد انتهاء الحرب بغض النظر عن نتائجها. جالانت صرح تصريح أخطر من ذلك قبل بإعلان الحرب، عندما قال أنه عندما كان رئيسا للأركان وكان هناك عملية عسكرية، وقال أننا كدنا نكسر مفصل حماس، ولكن المستوى السياسي وهو إشارة إلى نتنياهو هو الذي منعنا، هو حمل مسؤولية لنتنياهو في السابق، وقال وأكمل الجملة وقال ولكن هذه المرة لن نسمح للمستوى السياسي بفعلها. إسرائيل في الحقيقة على المستوى الداخلي تعاني معاناة كبيرة، تعاني المعاناة بسبب الفشل الذريع الذي أظهر قدرة هشة للاستخبارات العسكرية وفشلها، وحتى التكنولوجيا التي تسوقها لدول أوروبية فشلت في التنبؤ أو حتى إعطاء إنذار مبكر لإسرائيل في قبل حدوث هذه العملية العسكرية. بالتالي هناك توجه داخلي حتى في الحديث الموجود داخلي في إسرائيل من قادة عسكريين سابقين وقادة أجهزة قادة في الأجهزة الأمنية الشباك والمقاتل السابقين، الكل يدفع الحكومة الإسرائيلية لإخراج خطة في السابق قد وضعت وهي كيفية نزع سلاح المقاومة من قطاع غزة عبر اجتياح بري. طبعا تفاصيل هذه الخطة غير منشورة، ولكن هذه كانت العناوين الرئيسية لهذه الخطة. نعم. الآن حتى هذه اللحظة في الحقيقة أنا لم أسمع هدفا واحدا للحرب التي تم إعلانها قبل اجتماع المجلس الوزاري الكابينت الإسرائيلي. يعني أنا الآن أعطيك هدفا، يعني سيد مطاوع، وسائل إعلام فلسطينية الطائرات الإسرائيلية تستهدف مقر البنك الوطني الإسلامي في قطاع غزة، هذا الآن عاجل، الآن استهدف مقر البنك الوطني الإسلامي، وأيضا وسائل إعلام فلسطينية تقول تجدد الضربات الإسرائيلية على مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. يعني كل هذه ألا تعد أهدافا وبنك أهداف لإسرائيل، وهم يتحدثون عن ضرب للفصائل. البنى التحتية للفصائل تشمل بنى تحتية اقتصادية وبنى تحتية مدنية وبنى تحتية عسكرية. البنوك ضمن البنى التحتية الاقتصادية. الأهداف ليست عشوائية، ربما في الظاهر في العنوان الكبير هي عشوائية، لكن في الحقيقة هو يريد تدمير كل البنى التحتية المدنية والاقتصادية والعسكرية للفصائل، حتى على مستوى يعني لأدنى مستوى أنه يذهب إلى قصف مقر بنكي. يعني تكلفة القصف المقر البنكي أكثر من تكلفة المقر نفسه. نعم. بالتالي هو الهدف عدم وجود مؤسسة في غزة فيما بعد الحرب، لأنه هذه المؤسسة. وهل بيوت الآمنين هي مؤسسات؟ بالتأكيد لا، ولكن هذا جزء من الانتقام وجزء من العقيدة، جزء من إذا رجعنا كتابات الإسرائيليين العقيدة الدينية الإسرائيليين، قتل الأطفال والنساء والرجال من الأغيار بالنسبة لهم هذا أمر أخلاقي لا يتعارض معهم. من المفترض ألا نتفاجأ من ذلك. الذي يقرأ في فكر الصهيوني
قامت دولة إسرائيل في البداية بمجازر في عام 48 حتى تستطيع ترحيل الفلسطينيين من أراضيهم. نعم. هذه الدولة قامت على عصابات الشتيرن والهجناء التي قامت في 48 بمجازر كبيرة لأجدادهم، جزء كبير منهم اختفت في ذلك الوقت عائلات. هذا الفكر لم يتغير. نعم. مهما حاولت إسرائيل إعطاء صبغة ديمقراطية وشكل ديمقراطي ومحاولة ترويج نفسها على أنها دولة متقدمة مدنيا وفكريا، ولكن في الحقيقة هذه الدولة مبنية على فكر صهيوني يعتمد على عدم الاعتراف بالآخر. نعم. تحقير والنظر إليه من أعلى. نعم. السيد عبد المهدي مطاوع المحلل السياسي الفلسطيني، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة في هذه التغطية. شكرا لك.